هذه اول انطلاقه بالنسبه لي اليوم الثالث من بطوله المغرب في السباحه سنه 2022. هذه اول مسابقه في ال 50 متر فراشه. هذه 50 متر فراشه أربعة رضا يونس. سنتتبع نهاية الخمسين متر فراشة إينات. نهاية الخمسين متر فراشة إينات. القماح سوسن من الوداد في الممر رقم 4. أعيد، 50 متر فراشة إينات. هذه انطلاقة خاطئة، انطلاقة خاطئة ستحسب للممر رقم 1، ولكن السباق انطلق. بالممر رقم 4 القماح سوسن من الوداد، القماح سوسن من الوداد هي من ستفوز بال 50 متر فراشة. النهاية الثالثة هي 400 متر، أربع سباحات ذكور في الممر 4 كمال حمزة من الفتح الرباط، ممر 5 كزيبير بكر من الفتح، والممر 3 بن موسى عمار من الاتحاد الرياضي السكاكيين. هذه 400 متر، أربع سباحات. كمال حمزة من الفتح الرباطي هو المتزعم السباق. المرجو من القمح سوسن وفي هذه الفدوى الأنوار آية الله بالتحاق وبمثابة المسابقات بعد نهاية سلسلة الأخيرة بين أربع سباقات. سنعود لمراسيل توزيع الميداليات على الفائزين للبطولة المفتوحة لليوم الثالث في بطولة المغرب. خمسين متر الأخيرة بالنسبة 400، بالنسبة 400 متر أربع سباحات. يقود هذه 200 متر من 400 متر أربع سباحات ذكور. مئة متر الثالثة سباحة على الصدر، دائما في المقدمة كمال حمزة من نادي الفتح الرباط. يقول السلسلة في الممر 5 بسباق 400 متر
100 متر الأخيرة، 100 متر الأخيرة سباحة حرة بالنسبة 400 متر أربع سباحات. وفي المقدمة دائما كمال حمزة من نادي الفتح الرباطي. يليه في الممر ثلاثة بن موسى عمر من اتحاد الرياضي السكاكين، ثم رقم ستة مالكي محمد من الوداد. يا الله الأمطار الأخيرة عن نهاية 400 متر أربع سباحات، والفائز كمال حمزة من نادي الفتح الرباط. انطلاقة 400 متر أربع سباحات الخاصة بالإناث، هذه نهاية. انطلاقة السلسلة الخاصة بالإناث 400 متر أربع سباحات مطويه مفتوحه، ولو نادي على المشاركين سباق 50 متر سباحه على الصدر بالاتحاد والرابطه الهلال. كما نادي على الملكي محمد زيب البدر كما حمزه الاتحاد حرة متابعة المسابقات بعد الحديث عن عيش مراسيم توزيع الميداليات الخاصة 400 متر أربع سباحات بانتظار بطبيعة الحال نهاية سلسلة الحينات. تنافس قوي 100 متر فراشة هي انتهت. نهاية سلسلة الأولى 100 متر ثانية على الظهر بن حزوب مريم من نادي الفتح هي الأولى صاحبة الممر رقم أربعة. دائما صاحبة الممر رقم أربعة في المرتبة الأولى بن حجوب مريم من نادي الفتح 300 متر انطلقت الآن. فوز تنافس قوي
أصبحت الدرقاوي ملاك من نادي المكناسي في زعامة السباق، ولكن بقى 100 متر الأخيرة ستكون حرة وستكون فاصلة. يلا 100 متر الأخيرة انطلقت. الاتحاد عجل الكرة في المسابقات بعد قليل سنعيش ونسيت توزيع الميداليات. سباحة النادي المكناسي والدرقاوي ملاك هي الآن التي تتزعم هذه النهاية، متبوعة ببحجوب مريم من الفتح 50 متر الأخيرة. السرعة الآن 25 متر الأخيرة، 25 الأخيرة، وسباحة النادي المكناسي في المقدمة. هاي 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 سباحة الفتح أصبحت الآن في المقدمة. إذن الفتح بحجوب مريم تمكنت من استرجاع المرتبة الأولى. سنتتبع الآن 50 متر سباحة على الصدر دكور، وهي نهاية أيضا من اليوم الثالث لبطولة المغرب الخاصة بموسم 2022. انطلاقة دائما 50 متر سباحة على الصدر دكور. الممر خمسة، الممر خمسة هو الفائز منصوري، لاعبٌ رقم خمسة فليو أحمد ياسين من الرجاء. نهاية 50 متر سباحة على الصدر إناث. انطلقت 50 متر سباحة على الصدر إناث. بلاش ميليسا اتحاد الرياضي الفاسي. اتحاد الرياضي الفاسي هي الفائزة. بلاش ميليسا هي من فازت بالخمسين متر سباحة على الصدر. هذه 200 متر سباحة حرة، 200 متر سباحة حرة نهاية بالطبع. نتتبع 200 متر سباحة حرة ذكور، هذه 100 متر الأولى. الممر خمسة هو المحتل المرتبة الأولى، هو حمري علي من نادي الفتح الرباط.
50 متر الاخير هذا حمري علي من نادي الفتح. حمري علي سيفوز لا محالة بال200 متر حرة، متبوع بالممر رقم 4 القاسم سمير المغرب الفاس. هذا رقم قياسي مغربي جديد بالنسبة لال200 متر سباحة حرة ذكور اللي حقو عليه حمري من نادي الفتح الرباطي، وهو تحقق 50% جزء من 100. هنيئا لحمري على هذا الرقم القياسي المحطم في اليوم الثالث من بطولة المغرب ليوم 2022. العلوي إيناس من نادي الفتح الرباطي في مقدمة السباق. مئة متر الأولى علاوي إيناس في المقدمة. خمسين متر الأخيرة دائما سباحة الفتح العلوي إيناس في المقدمة. خمسة وعشرين متر الأخيرة إيناس في المقدمة. إيناس متبوعة وأنوار آيات الله من الفتح أيضاً.